السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم ساره سمير، فرقه تانية، والنهارده نشرح مع بعض اول سيكشن مايكروبيولوجي. بس طبعا عايزه اعتذر لكم على التاخير واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد وكده. فوكس اون ذا جود، يعني ايه؟ يعني انا شايفه ان معظمنا بيحدد حياته بناء على نظرته ليها. احنا مثلا بنشوف ان حياتنا وحشه لمجرد ان احنا شايفين كده، مع اننا لو نزلنا على ارض الواقع شويه نشوف حياتنا فعلا حلوه ولا وحشه، مسكنا كده ورقه وقلم ونكتب فيها كل حاجه حلوه حصلت لنا وكل حاجه وحشه حصلت لنا، هنشوف ان حياتنا حلوه جدا، وانه اكيد الحاجات الوحشه اللي احنا بس مركزين معاها هي اللي مخلينا حاسين ان احنا ما عندناش حياه مثلا، او ان حياتنا اللي انا عايشه ده. فلا، لو ركزنا على الحاجات الكويسه اللي في حياتنا والحاجات اللي حصلت لنا والحاجات اللي احنا اصلا فيها، صحتنا، اهلنا، الكليه اللي احنا فيها، ودي نعمه كبيره جدا غيرنا كان يتمناها. لو بدأنا نبص على الحاجات الحلوة اللي في حياتنا دي هنشوف فعلا ان حياتنا كويسة. فايه نصيحتي لكم النهاردة؟ انه focus on the good. قبل ما نبتدي عايزين نفتكر اخواتنا اللي سبقونا للجنة، وندعي لهم ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم في فسيح جناته يا رب. بسم الله. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن 4 بكتيريا. اول حاجة ستريبتوكوكاي، ديفتيريا، باسيلس انثراكس، ونيموكوكاي. قبل ما نبتدي عايزة اقول لكم ان ستريبتوكوكاي ونيموكوكاي هما الاثنين كوكاي من اسمهم، والاثنين بوزيتيف، تمام؟ الديفتيريا والباسيلس، باسيلس برضه من اسمها باسيلاي، والديفتيريا كمان هتبقى باسيلاي. بسم الله. هنتكلم اول حاجه على ستريبتوكوكاي. ستريبتوكوكاي الفرج بتاعها احنا قلنا انها كوكاي جرام بوزيتيف، احنا مثبتين، تمام؟ هتبقى في شكل تشينز اور بيرز. الستريبت اصلا معناها انها سبحه، فتبقى في شكل تشينز اور بيرز، يعني سبحه من شكلها. نان موتاي ونان سبور فورمينج، ولما نروح لنيوم كوكاي هنقول برضو انها نان موتاي ونان سبور فورمينج. سام ار كبسوليتد، يعني في منها عندهم كبسول وفي منها ما عندهاش كبسول. اننا لما نروح لنيوم كوكاي هنلاقي ان في كبسول هناك، تمام؟ كاتاليز نيجاتيف، نركز انها كاتاليز نيجاتيف، وده اللي بيفرق لي ما بينها وما بين الستاف، لان انا لما باجي افرق ما بين الستريبت والستاف بشوف هي كاتاليز نيجاتيف ولا كاتاليز بوزيتيف ازاي. بصوا، يعني مثلا ده كاتاليز نيجاتيف وده كده كاتاليز بوزيتيف، يعني النيجاتيف دي هتبقى الستريبت والبوزيتيف دي هتبقى الستاف. نقول تاني، هي جرام بوزيتيف كوكاي هتبقى تشينز اور بيرز عشان من اسمها ستريبت سبحه، نان موتايل ونان سبور فورمينج، وكمان سام ار كبسوليتد، وتبقى كاتاليز نيجاتيف. بتختلف عن الستاف في النقطه دي، ان الستاف هيبقى كاتاليز ايه بس. طب نبص لشكلها، بصوا تشينز هي كوكاي، هي واضحه اصلا انها كوكاي، تمام؟ وتشينز بصوا هنا كمان هي كوكاي وفي شكل تشينز، هنا برضو كوكاي في شكل ايه؟ في شكل تشينز. هنتكلم دلوقتي على انواع الهيمولسيس. عندي 3 انواع من الهيمولسيس: الفا، بيتا، جاما. الالفا دي بارشل هيمولسيس، اما البيتا كومبليت هيمولسيس، والجاما اصلا ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش هيمولسيس. طيب الالفا دي بتظهر بلون جرين، تمام؟ تبقى لونها جرين. البيتا ما قلناش عنها لون. طيب الالفا ايه الامثله؟ ستريبت فيردنس وستريبت نيموني. ستريبت نيموني اللي لسه هناخدها ايه؟ هناخدها كمان شويه. البيتا ستريبت بايوجين اللي هو احنا فيه ده، ستريبت كوكاي اللي احنا فيه ده هو ايه؟ من انواع الستريبت بايوجينز، تمام؟ والجاما ستريبت فيكاريس. يبقى تاني عندي 3 انواع من الهيمولسيس: الفا وبيتا وجاما. الالفا بتبقى بارشل هيمولسيس، البيتا كومبليت هيمولسيس، والجاما نو هيمولسيس. الالفا تبقى جرين كلر ومن امثلتها الستريبت فيردنس والستريبت نيموني اللي لسه هناخدها، والبيتا من امثلتها الستريبت بايوجين اللي من امثلته الستريبت كوكاي اللي احنا فيه دلوقتي، والجاما من امثلته الستريبت ايه؟ الستريبت فيكاريس. بسم الله. بصوا الالفا مديها لون جرين شويه كده، هو مش باين قوي بس يعني شكلها مدي على جرين، والبيتا واضح جدا فيها كومبليت هيمولسيس، والجاما اصلا ما فيهاش هيمولسيس من شكلها. بصوا هنا برضو الالفا ترى من شكلها ان هي شويه رايحه على لون جرين، البيتا طبعا كومبليت هيمولسيس، والجاما ايه؟ نو هيمولسيس. بسم الله. هنتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن اللابوراتوري دياجنوزيس اوف ستريبتوكوكس انفكشن. احنا دلوقتي رحنا المعمل وعايزين نعمل دياجنوزيس في ايه؟ في المعمل. هنجيب سبيسمن، عايزين عينه، هناخد العينه دي من فين؟ على حسب المكان اللي حصل فيه الانفكشن. بديهيات يعني ثروت سويب، باس، فيسيكولار سويب، بلاد، على حسب المكان اللي حصل فيه الانفكشن. طيب دايركت مايكروسكوبيك اكزامينشن، اول حاجه هعملها ايه؟ هعملها ان انا اعمل لها ستين بالجام، هتديني ايه اللي احنا بنهري فيه من الصبح؟ انها جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد في تشينز ان بتوين باس سيلز، يعني اللي احنا بنهري فيه. طيب كلتشر، انا دلوقتي قلت لكم انواع الهيمولسيس دي، لان انا هتكلم على ستريبت كوكاي وكمان هتكلم عن نيمونو نيمو كوكاي، تمام؟ نيمو ايه؟ بسم الله، اسف، نيمو كوكاي، تمام؟ هتكلم انا هما الاثنين في ايه؟ في الهيمولسيس بتاعها. يبقى بديهي ان انا اعمل كلتشر على البلاد اجار، فبيقول لي هنا انها ايه؟ جرو بيتر على الايه؟ على البلاد اجار. طيب بيقول لي كمان انها فكريتيف انيروب. يعني ايه فكريتيف انيروب؟ يعني هي بتطلع كويس في الاكسجين، بس لو مفيش اكسجين هتطلع كويس عادي من غيره. طيب نوع هيموسيس بيتا هيموسيس،
احنا لسه قايلين ان هي ستريبتوكوكين اللي كانت من امثلتها الستريبتوكوكين اللي احنا بنهري فيها. تمام تمام طيب البلد كالتشر بيقول انها بنعمل بلد كالتشر في حاله لو في ايه باكتيريميك انفكشن، مش مهم المعلومه دي. في دايركت انتيجين ان انا اجيب مثلا اليزا او جلوتينيشن تيست برده ايه مش مهم المعلومه دي. دي مهمه. عندي تيست هنا بنسميه البستراسين سنسيفتي تيست. بصوا البستراسين ده عباره عن انتي بكتيريا. تمام بجيبه عادي. اصلا احنا بنعمل ده ليه قبل ما نتكلم عن الستبس دي كلها؟ علشان الستريبتوكوكاي في منها انواع كتير. تمام فاحنا هنتكلم النهارده عن الجروب A. احنا عايزين دلوقتي نعرف الجروب A ده، يعني عايزين نطلع الجروب A من ايه، من كل الجروبس اللي عندنا. يعني انا دلوقتي عندي انفكشن بالستريبتوكوكاي، عايز اعرف الانفكشن انا عندي جروب A ولا لا. بالبلدي كده جروب A ستريبتوكوكاي can be differentiated from the other groups by being sensitive للبستراسين. بصوا البستراسين ده جروب A هو sensitive ليه. بنجيب فلتر بيبر كده بنحط فيه البستراسين، وكمان بنحط فيه ايه، بنحط فيه الكالتشر بتاع الجروب A. هيحصل ايه؟ هيحصل انها تديني زون من الانهيبيشن اوف جروث. بديهي انا دلوقتي جبت الانتي بكتيريال اللي هي بتقتل جروب A وحطيت معاها الجروب A، فلما يديني زون اوف انهيبيشن اوف جروث ده معناه انها جروب A. تمام يعني طبيعي هي هتاثر على السنسيتيف ليها. يعني جروب A ستريبتوكوكاي كان بي ديفرنشيتد فروم ذا اذر جروبس باي بينج سنسيتيف تو البستروسين. بيقول ذا تيست از دان باي بليسينج فلتر بيبر ديسك ويز بستروسين على السيرفيس بتاع الكالتشر بليت افتر ايه مش مهم. بيديني دي مهمه جدا 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 الزون بتاع الانهيبيشن ايه اوف جروث اوكير اراوند الديسك اف ذا اورجانيزم از جروب A ستريبتوكوكاي. تمام تمام يعني ايه؟ بصوا دي مثلا ما فيهاش انهيبيشن، انما دي فيها. عرفنا ازاي؟ من الدائره الحمراء اللي حواليها دي معناها ان هي ما عملتش انهيبيشن في جروث، ثابت البلاد اجار زي ما هو فهي ما طلعتش عليه. تمام فدي زون اوف انهيبيشن. دلوقتي الستريبتوكوكاي بعد ما جات لي وخفت وكل حاجه تمام، هنعمل شويه ايه، هنعمل شويه تيستس بس بعد الستريبتوكوكاي ديزيز، يعني بعدها اصلا بعد ايه ما مشيت. فبيقول لي سيرولوجيكال تيست for diagnosis of post streptococcal disease. عندي حاجات نون سبيسيفيك وحاجات سبيسيفيك. طب النون سبيسيفيك دي بصوا احنا كلنا عارفين السي ايه، السي ار بي اللي هو السي رياكتيف بروتين. تمام السي رياكتيف بروتين ده عباره عن نورمال بروتين بيظهر في حالات مثلا ايه الروماتيك فيفر والانفلاميشن وكده. طبعا عارفين الروماتيك فيفر ده كان بيأثر على القلب والحاجات احنا واخدينها في المديول اللي فات مش مهم. بيقول ان هو abnormal protein that appear في السيرم in case of active rheumatic fever as well as في other inflammatory condition. It can be tested ان انا بجيب كده حاجة او بجيب latex particles بغطيها بالانتي سي ار بي وحطها على ايه على ال بحطها ايه ثواني. It can be tested for a passive agglutination او بجيب انتي سي ار بي وحطها على ال على على الخليه او على السيروم اللي معايا الخليه ايه بس انا اسفه بحطها السيروم اللي معايا وانا معايا انتي سي ار بي، فبالتالي هيحصل اجلوتينيشن لان السي رياكتيف بروتين بيبقى ايه بيبقى موجود. تمام وفي كمان اللي هي اس ار اللي هي الاريثروسايت سيجمنتيشن ريت بيزيد في حاله ايه، بيزيد برده في حاله البوست ستريبتوكوكاي ديزيز. دي النون سبيسيفيك. يبقى انا اتكلمت في النون سبيسيفيك عن حاجتين، على السي رياكتيف بروتين والاريثروسايت سيجمنتيشن ريت اللي هو بيزيد. تمام السبيسيفيك بقى عندي انتي ستريبتولايسين او. احنا كلنا عارفين دلوقتي البكتيريا، مش عارفه مين مثبته معايا كلمه خليه في كل حاجه بس مش مهم. فانا دلوقتي معايا البكتيريا دخلت جوه جسمي فطلعت توكسين. التوكسين ده بيسموه او اللي هو ايه ستريبتولايسين او توكسين، ده اسمه اللي هي بتطلعه. فانا دلوقتي عايزه اعرف لو هي عندي ولا مش عندي البكتيريا دي. فانا ديزيز از ديترمايند از دان تو ديترمايند التتر بتاع الانتي بودز تو ستريبتولايسين او توكسين. يعني انا ببساطه بقيس مناعتي بشوف اللي هو التوكسين اللي موجود ده اللي الخلايا اللي البكتيريا طلعته في جسمي طلع ضده انتي بودز ولا لا. تمام تمام فبيقول ان انا اول حاجه بجيب السيرم البيشنت سيرم يعني وبعمله ديليوشن يعني بخففه، بجيب كده اكتر من تيوب وبخففهم وبخفف السيرم اللي معايا. وبعدين بجيب اللي هو التوكسين، انا اللي بحط التوكسين بنفسي. والمفروض السيرم ده لو هو الاميونيتي بتاعته كويسه هيطلع الانتي بودز فيحصل ايه، فيحصل ما بينهم ان هي ايه كومبلكس. تمام فبيقول لي سيريال dilution of the patient serum are mixed with streptolysin او توكسين. انا بحط توكسين من عندي انا، وكمان بحط ريد بلاد سيلز 5%. ممكن طبعا اجيبها من رابت او هيومن جروب او اي حاجه. تمام بيقول ان التستس ار شنكن اند انكيوبيتد مثلا 37 لمده مثلا 30 دقيقه. بعدين بقرا التست بيقول ان الانتي ستريبتولايسين او ده ماشي
هو الهايست ديليوشن اوف سيريم شونج ايه انه هيموليسيس، يعني انا بشوف هو عنده هيموليسيس ولا لا. بيقول كمان ان هو اكسبريسيف ان تو يونتس، يعني مثلا الارقام اللي عندي دي بنسميها تو يونتس، والتتر بتاع ال 200 او اكتر بيبقوا ايه، بيبقوا مهمين. تمام، بصوا يعني مثلا دي تو يونتس انها 200 400 800 دي تو يونتس، واللون اللون الغامق ده هو ازرق او اسود مش عارفه بصراحه، بيبقى فيه هيموليسيس، يعني ده فيه هيموليسيس ده ما فيهوش ايه، ما فيهوش هيموليسيس. تاني حاجه نتكلم عنها هي detection of a deoxyribonuclease B antibodies. الدي نسبي، تمام. بيقول الدي في حالة البوست streptococcus glomerulonephritis بتفولونج السكن انفكشن مثلا، ما علينا انها يعني بتحصل في حالة البوست streptococcus glomerulonephritis، ما فيش اهم من الجملة دي هنا. ما احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الحاجات او السيروجيكال تيستس اللي بنعملها بعد البوست ستريبتوكوكال ديزيز. قلنا ان انا عندي حاجتين نون سبيسيفيك وحاجتين ايه، حاجتين سبيسيفيك. الحاجتين نون سبيسيفيك اللي هي السي ار بي، احنا عارفين ان ابنورمال بروتين ده موجود في ايه، موجود في حاجات كتير، عشان كده هو نون سبيسيفيك. تمام، بيقول ان انا بجيب لاتكس براتكس وبغطيها بالسي بالانتي سي ار بي واحطها مع الايه، مع السيروم. طبعا بيحصل اجلوتينيشن في حاله لو هي موجوده في حاله مثلا روماتيك فيفر والحاجات دي. تمام، فانا دلوقتي بعرف ان هي ايه بسبب الستريبتوكوكال اللي كانت موجوده. تمام، بس دي نون سبيسيفيك. كمان عندي الاي اس ار اي بيزيد. بعد كده السبيسيفيك عندي حاجتين، دول الحاجتين اصلا اللي بيطلعوا لي اللهم مثلا انا بالحاجتين اللي بيطلعوا لي يعني بياكدوا لي ان هو عنده اللي هو انه عنده دلوقتي بسبب الستريبتوكوكس انفكشن اللي كان عنده قبل كده. تمام، عشان بس نبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. بيقول ان انا بجيب دلوقتي بيشنت سيرم وبخففه، وكمان بحط عليه ستريبتوريسين اوتوكسين، وبشوف لو حصل الانتي بودز ولا لا ومش عارفه ايه، وبحط كمان 5% ريد بلاد سيلز واشوف لو فيه مولسس ايه، مولسس ولا لا. تمام، تاني حاجه عندي اللي هي ال الدي ان اس بي اللي هي اللي بتبقى موجوده في حاله البوست ستريبتوكوكس جلوميرولونيفريتس، يعني وكمان بيقول لي ان الدي ان اس بي دي انتي بوديز از اوف جريتر فاليو ذان الميجرنج ايه الايه الانتي ستريبتوليسين او تتر. تمام، قبل ما ندخل في اللي بعدها عايزين نراجع بس بسرعه كده. بصوا احنا اتكلمنا عن المورفولوجي بتاعها، قلنا انها جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد في تشينز وبيرز، قلنا انها نون موتايل ونون سبور فورمينج، وبتبقى شويه منهم كابسوليتد. واهم حاجه في المورفولوجي بتاعها قلنا ان هي بتبقى ايه كاتاليز نيجاتيف، انما الاستاف بتبقى ايه كاتاليز بوزيتيف. افتكروا معايا كده. قلنا كمان ان انا بعمل ايه، او اتكلمنا شويه على انواع الهيموليسيس، قلنا انها بيتا هيموليسيس. تمام، اتكلمنا كمان على اللي هي الباستراسين سيستيفتي تيست، قلنا انها بتعمل زون اوف انهبيشن. اتكلمنا على اللي هي البوست ستريبتوكوكس ديزيز، قلنا في منها ناس سبيسيفيك والسبيسيفيك. الحاجات دي يا جدعان لما بتيجي يعني انا بتبقى ديزيز حصلت بسبب الستريبتوكوكاي اللي هي جات لي من فتره. تمام، فدي كومبليكيشنز ليها، ده قصدي بالبوست ستريبتوكوكس ديزيز. في حاجات ناس سبيسيفيك يعني مش شرط تبقى بسببها، وفي حاجات السبيسيفيك هي لو حصلت وموجوده وتمام التست ديزيز هتبص ده معناه ان الديزيز اللي عندي حالا اكيد 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 بسبب ايه، بسبب الستريبتوكوكاي اللي كان عندي. تمام نكمل. تاني اورجانيزم معانا هو ايه، الستريبتونيموني. احنا قلنا ان احنا هناخد ستريبتوكوكاي والستريبتونيموني. طب احنا مثبتين اصلا ان الكوكاي اللي معايا هنا ايه بوزيتيف، فدي جرام بوزيتيف كوكاي بتبقى سلايتلي انيليونجيتد، ماشي، ارينجد ان ايه ان بير. دي بتبقى بشكل ايه، اتنين مع بعض كده. تمام، عشان هنشوف شكلها كمان شويه. كمان بتديني ابييرنس بنسميه لانسيوليت ابييرنس. يعني ايه لانسيوليت ابييرنس؟ ده اللي هو شكل الرمح شويه كده، اللي هم ايه كده معايا كده عامل زي ايه، عامل زي شكل الرمح شويه كده. تمام، بيقول ان هو نون موتايل ونون سبور فورمنج زي برضو اللي هي الستريبتوكوكاي، بس الاختلاف اللي ما بينها هنا انها كبسوليتد. هناك قلنا ان هي سام ار كبسوليت، يعني شويه فيهم كبسول وشويه لا، بس هنا كبسوليتد يعني كبسولر ابير. كمان بيظهر ان هو انستنت هالو اراوند الاورجانيزم، بيظهر هو ايه انستنت. تمام، ركزوا في الكبسوليت دي عشان هنتكلم عن تيست قدام للكبسول، بس عايزين نشوف شكلها يعني ليه. ماشي، السبيسمن بناخده مثلا من السبيوتوم، وبناخده من البلاد لو احنا هنعمل بلاد كلتشر. طب احنا هنعمل بلاد كلتشر، هنعمل بلاد كلتشر ليه بقى؟ عشان الهيموليسيس. مش احنا اتكلمنا على انواع الهيموليسيس الفا وبيتا وجاما، وقلنا ان الستريبتوكوكاي كان نوع من الستريبتوبايجين اللي هو اصلا من انواع اللي هي البيتا هيموليسيس اللي هو كان كومبليت هيموليسيس. طب احنا دلوقتي هنتكلم عن ايه، الستريبت نيموني الفا هيموليسيس، كان اللون الاخضر اللي شبه الستريبت فيردنس. معني هنقول دلوقتي بيقول ان هي
require enriched medium اللي هي بلاد اجار وشوكولات اجار. بيقول انها بتعمل ايه في حاله مثلا 5-10% سي او 2 بتديني الفا هيمولسيس او جرينش discoloration ده اللون بتاعها. دي تو بارشل هيمولسيس للار بي سيز شبه الستريبت اي فيردنس تمام، اللون الاخضر اللي احنا كنا عارفينكم بيه في الهيمولسيس من شويه. ده كاركترستيك للايه الستريبت نيمونين ماشي، كمان برضو الستريبت فيردنس بس احنا دلوقتي بنتكلم على الستريبت نيمونين. بصوا لوك ان هي كانت في اتنين مع بعض، يعني بصوا الاتنين جنب بعض ازاي، هو كوكاي واتنين مع بعض كده، ودي كلتشر اتنين برضو مع بعض كده، اتنين مع بعض كل اتنين مع بعض تمام. بعد كده هنتكلم على الباي كيميكال رياكشن. فبيقول ان هي بايل سولبل يعني بتذوب في البايل، انولين فيرمنتيشن هنتكلم دلوقتي عنه، اوبتيشن سيستيفتي هنتكلم برضو، والماوس باثوجينيتي ما هو عنوان بس، كولينج رياكشن ده بتاع الكبسول الكبسول اللي قلت لكم عليه تمام. اول حاجه عندي انولين فيرمنتيشن، بيقول لي ان الانولين بيحصل له فيرمنتيشن بالستريبت كوكاي بس سوري بالنيومو كوكاي بس ما بيحصلوش بالستريبت فيردنس، يعني بيحصل له بالنيومو كوكاي بس تمام. البايل سولبل بيقول لي النيومو كوكاي هنا بيبقى بايل سولبل بس الستريبت فيردنس مش ايه مش بايل مش بايل سولبل يعني بايل انسولبل. بصوا هنا ده مثلا بيوريني الستريبت كوكاس نيموني هو ايه، هو دايب في البايل، هنا تحسوا ان اللون فيه كده حاجه طويله شويه او مش دايبه يعني مش دايبه تمام. دي الستريبت ايه ستريبت فيردنس تمام. بعد كده الاوبتوشين سنسيتيفيتي، الاوبتوشين ده برده عباره عن انتي بكتيريا وان الكولويد to which نيوم كوكاي بتبقى extremely sensitive. مجرد ان هو موجود بتحصل ايه، ان نيوم كوكاي كده بتديني اللون الاسود ده لان هي بتموت. هنا نيوم كوكاي مش موجودة بس هنا نيوم كوكاي موجود، بصوا عملت لون اسود ازاي، ده معناه ان هي ايه موجودة. والماوس باثوجينيسيتي تيست قلت ان احنا نقولها ايه كعنوان بس. هنتكلم عن اخر حاجه في نيوم كوكاي يعني اللي هي ايه كولينج رياكشن او كبسولر سويلنج. بصوا عندي 90 نوع من نيوم كوكاي على ايه على الكبسول اللي هو البوليساكاريد ده، على حسب بقى اختلاف التركيب بتاعه بيديني 90 نوع من النيوم كوكاي. طب انا دلوقتي عايزه اعرف النوع بتاع النيوم كوكاي ده بتاعي ايه نوعه ايه، فبجيب النيوم كوكاي اوف سيرتن تايب زائد سبيسيفيك انتي بوليساكاريد سيرم اوف ذا سيم تايب اور ويز ايه بوليفيلنت انتي سيرم. يعني انا بجيب اللي انا شاكه فيه قدامي دلوقتي اللي هو يعني النيوم كوكاي ده، وبحط له السبيسيفيك بتاعه عشان يديني ايه عشان يديني ايه الكبسول بيحصل له سويلنج. بيقول ان انا بحط دروب من الميثيلين بلو اسادت عشان ايه الكبسول ايه سويلز ماركتلي. يعني انا لو جبت الكبسول بتاعي وحطيت عليه الانتي كبسول او الانتي بوليساكاريد بتاعه بالظبط النوع بتاعه اللي هو نوع نيموني بتاعه بالظبط اللي هيحصل ان الكبسول يحصل له سويلنج تمام. هنشوف شكله دلوقتي، بصوا ده شكله قبل ما يحصل له سويلنج وده شكله بعد ايه بعد السويلنج. بصوا احنا قلنا ايه في نيوم كوكاي، قلنا انها جرامبوست في كوكاي زي الستريبت سلايتلي الونجيتد، قلنا ان هي ارينجد ان بيرس، الستريبت كانت بيرس او تشينز وي قلنا انها شكلها لانسوليت ابييرنس اللي هي شبه الرمح شويه كده، نان موتايل ونان سبور فورمينج زي الستريبت بالظبط بس دي كبسوليتد، الستريبت كانت شويه منها كبسوليتد عشان كده دي هنتكلم فيها على الكولينج تيست بتاع الكبسول تمام. بيقول ان هو ابير از انستينت هالو اراوند ايه الاورجانيزم يعني انستينت. طبعا بنجيب نعمل بلاد فور بلاد كالتشر، بنجيب بلاد اجار عشان يديني ايه الفا هيمولسيز اللي هو لونه جرين اللي هو البارشل هيمولسيز اوف الار بي سيز اللي هو شبه الستريبت فيردنس لونه اخضر اهو اخضر شويه يعني، ودول كل اتنين مع بعض وكل اتنين مع بعض. كمان البايو كيميكال رياكشن قلنا في بايسربل ان هي بايسربل بس الفيردنس لا، والنيو فيرمنتيشن هي بتعمل انيولين فيرمنتيشن اللي هي بتدي اللون الاسود ده، لا انا اسفه مش دي، انيولين فيرمنتيشن هي بتعمل فيرمنتيشن للانيولين بس الفيردنس لا. اوبتيشن سيستيفتي ان هي الاوبتيشن ده اللي هو الانتي بكتيريال بيموتها فبيدي اللون الاسود ده. الماوس باثوجينيسي ما قلناش عنه حاجه. كولين رياكشن قلنا ان هي بتعمل ايه سويلين في حاله لو احنا حطينا السبيسيفيك انتي بوليساكاريد على ايه النموني اللي هو نفس نوعه ونحط نقطه من الميثيلين بلو عشان يديني ايه يديني كبسول ايه كبسول سويلين.
هنتكلم دلوقتي عن ثالث اورجانيزم معانا وهو ديفتيريا. تمام، هنتكلم اول حاجه، احنا اتفقنا ان انا عندي 2 كوكاي و2 باسيلوس، يعني ديفتيريا دي باسيلوس. طب هي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا هي جرام بوزيتيف، يبقى انا كل الجرام اللي انا قلتها النهارده جرام بوزيتيف. تمام تمام. نان موتايل نان سبور فورمينج زي الاثنين اللي فاتوا، ونان كبسوليتد. يعني انا كنت بتكلم على ستريبت كوكاي ان هي فيها شويه كبسوليتد، كنت بتكلم على انيموني ان هي كبسوليتد، وعملت كولينج تيست للكبسول، وبنتكلم دلوقتي عن ديفتيريا انها ما فيهاش كبسول. ايه كبسول اصلا؟ بتبقى ارينجد في رايت انجلز. بصوا هي بتبقى عندها ايه، عندها تو اندس كده كده، شكلها رايت انجلز شويه، وكمان بتبقى شبه التشاينيز ابييرنس، يعني شبه الحروف بتاعه اللغه الصينيه. تمام تمام اهي، عصيان كده عصيان كده، وليها ايه، ليها تو اندس كده، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، تو اندس مختلفين. تمام. ممكن كمان اعمل اسبغ الجرانيولز بتاعتها بنسيرستين. بيقول ان الفيريتين جرانيولز ابير بلوش بلوش بلاك، يعني لونها ايه، يعني اسود منزرق شويه كده، بس البادز بتاعت البصلية نفسها اللي هي العصايه نفسها دي بتبقى ايه، لايت براون. تمام. بنحط دايركت سمير وزن المثلين بلو، البصلية بتبقى بدت كده ايه، دي تو بريشنز بتاع الجرانيولز دي اللي هي الميتاكروماتيك جرانيولز. هنشوف شكلها، ده المهم عندي، لان كل الكلام النظري ده مش مهم بصراحة. يعني بصوا لايت براون دي البصلة نفسها، ودي بلوش بلاك. تمام. ندخل على الكالتشر. عندي حاجتين مهمين، لما اعمل انريشد ميديا، لما اعمل سيلكتيف ميديا. طب الانريشد ميديا دي بنسميها لوفلر سيرم، ده اللوفلر سيرم بتديني ايه، جريش وايت كولونز كده. طب في حاجة تانية اللي هي سيلكتيف ميديا، البلاد تيليوريت دي اتكلم عنها كمان شوية، وكمان بيقول انها ايروب 37 ايه 37 درجه، مش مهم. الكالتشر ده البلاد تيليوريت، في منه 3 انواع، كبيره دي بنسميها جريفز، وصغيره بنسميها انترميدياس. ما تسالنيش ليه الانترميدياس صغيره، عشان ما اعرفش، بس هي الصغيره بنسميها انترميدياس، واللي هي المتوسطه دي بنسميها ايه، بنسميها ميتس. تمام تمام. بايوكيميكال رياكشن بقى بيقول انها بتفيرمنت الجلوكوز الجلاكتوز والمالتوز والديكسترين ويز اسيد برودكشن. طب مش هنسكم المعلومات. بصوا يا دكتور يارا ربنا يبارك لها، كانت مسكمه ان هي ما بتعملش فيرمنتيشن لسلمان. سلمان ده اللي هو فور سكروز، وال فور لاكتوز، ومان اللي هي المانيتول. قالت مان، هي قالت سلمان، ركزوا انها مان مانيتول عشان في مالتوز بحرف الام كمان. بيقول كمان ان الجريفز ستين دي اللي هي كانت جايه في هنا دي هاي فيرمنت حاجتين، بدايته ونهايته، يعني الجي فور جلايكوجين والاس فور ستارش. تمام. والسيرولوجي انتيجين ديتكشن والبي سي ار. ماشي. الفيروس تيسس بقى بيقول لي ان انا دلوقتي عايز اعرف الدفتريا اللي عندي دي باثوجينيك ولا لا. يعني ايه؟ يعني هي لو فيها توكسين هتبقى باثوجينيك بديهيات. فبيقول لي هنا ان هي نون توكسوجينيك سترينز ار نون باثوجينيك، لان الدفتريا دي في منها انواع، في منها انواع بتطلع لي توكسين فهتبقى باثوجينيك، وفي منها انواع مش هتطلع لي توكسين فهتبقى ايه، نون باثوجينيك. تمام تمام. ممكن تبقى ان فيفو. بصوا ان فيفو دي يعني جوه جسم حاجه، سانجوانيا بيج مثلا ماوس او هي حاجه زي كده، او ان فيترو يعني ده تيست مثلا انا بعمله في المعمل، او التشو كالتشر بي سي ار اللي هنشوف دلوقتي. ان فيفو اول حاجه اللي هو جوانيا بيج مثلا او ماوس او اي حاجه، بيقول لي ان الكنترول انا دلوقتي عندي هجيب من حاجتين، يا اما مثلا عندي فارين هجيب فور هسميه كنترول، والفار ده الثاني اللي هو ايه، اللي هو جرب عليه. هاخد الفار اللي هو كنترول ده، وقبل 24 ساعه من تجربتي هديله الانتي توكسين. تمام. يعني انا دلوقتي مش عارفه اصلا هي طلعت توكسين ولا، بس انا هديله الانتي توكسين. تمام تمام. بص انيمالز بقى ار انجكتد بس اسيوتابل دوز اوف فلويد كلتشر اوف ذا تيست، يعني انا هديهم هما الاثنين ال اسيوتابل دوز من الفلويد كلتشر اوف ذا تيست ده بعد 24 ساعه. اف كنترول سرفايف، لو فضل عايش وايل ذا تيست دايز تيست سترين استكسجين. بصوا كده كده سرفايف الكنترول هيعيش، انا كده كده مدياله الانتي توكسين، بس هنا الاف دي عايده على التيست هيموت ولا هيعيش، لانه لو مات ده معناه ان هو ايه، في توكسين فموته، انما لو ما ماتش ده معناه ان هو ايه، مفيش توكسين فهو لسه عايش. تمام. فمفيش توكسين فهو مش باثوجينيك. تمام. نقول تاني ان الفيفو ده بحطه جوه جسم ايه، جوه جسم كائن. فلنفترض مثلا انا عندي فارين ولا حاجه، بدي الكنترول منهم ويز انتي توكسين ان 24 ساعه مثلا، قبل 24 ساعه قبل 24 ساعه من تجربتي. بص انيمالز ار انجكتد ويز اسيتابل دوز من الفلويد كاتشر اوف ذا تيست اف كنترول سرفايف، ده معناه ان التيست وايلز تيست دايز، تيست ده اللي هو اللي بعمل عليه تيست اصلا، تيست سترين از ايه، استوكسوجينيك. تمام تمام. بالنسبه بقى للفيترو، عندي الياكس تيست ده هنشوفه كمان شويه، بس ده معناه ان انا بجيب كده التوكسين كده بحطه بشكل طول بالشكل ده، وبجيب هنا ايه اللي هي الايه،
اللاينز بتاعت البكتيريا. تمام تمام بيقول لي لو حصل بريستبيشن لاينز انديكيت ذات سترين از توكسوجينيك، يعني بص ده توكسين ودي لاينز. تمام بصوا التوكسين بيطلعوا هما اتنين ايه لبعض كده، عارفين التوكسين بيتفاعل مع ايه؟ مع الانتي توكسين. فالتوكسين ده طلع له انتي توكسين من هنا، او انا حاسه اني عكست. بص هو ده الانتي توكسين، ده الانتي توكسين، ودي بكتيريا اللي احنا ما نعرفش فيها توكسين ولا ما فيهاش. شوفوا دي طلعت ودي ما طلعتش، يبقى دي باثوجينيك فيها توكسين ودي ما فيهاش اللي تحت دول. تمام يبقى ده الانتي توكسين ودي البكتيريا اللي انا عايزه اعرف هي ايه، فيها توكسين ولا ما فيهاش. تمام الياكسس ده ايه؟ ده مهم. وده كمان اللي هو التشو كلتشر تيست، بجيب شويه سيلز تحت كده وبحط فيها ايه السترينز اللي انا عايز اعرف هي ايه، هي فيها توكسين ولا ما فيهاش توكسين. التوكسين هيديفيوز انتو سيلز بلو انتي كالسيوم، يعني لو الخلايا دي فضلت عايشه ده معناه ان هو ما فيهوش توكسين يبقى نان باثوجينيك، لو ماتت ده معناه ان في توكسين خرج وديفيوز انتو سيلز بلو انت ايه انتي كالسيوم. نقول تاني اتكلمنا عن ديفتيريا، قلنا انها باسيلاي، قلنا انها بوزيتيف نان موتيل نان سبور فورمينج جرام كابسوليتد ارينجد في رايت انجلز، قلنا انها ليها نهايتين كده وتبقى كمان شبه التشاينيز ايه تشاينيز ابييرنس. تمام تمام شكلها اهي، هي باسيلاي عيدان كده وايه فيها نهايتين. قلنا كمان ان انا الجرانيولز ما بتبقاش ستينت غير لما ايه، يعني لو بالجرام هتبقى ايه انستينت. فانا دلوقتي عايزه اعمل لها ستين. بالنسبه للستين هي بتظهر الجرانيولز نفسها بتظهر كبلاوش بلاك والايه والباسيلاي نفسه بيظهر لايت براون. تمام ده بايه بالمسلين بلو اهو، ده بلو بلوش بلاك واللي في النص ده ايه لايت براون. كالتشر عندي حاجتين، لما انريتشد ميديا لما سيلكتيف ميديا، انريتشد ميديا دي لوفلر سيروم والسيلكتيف ميديا دي ايه البلاد تيليوريت. البلاد تيليوريت في منه ثلاث حاجات، لما جريفز لما انترميديس اللي هي الصغيره ما تسالونيش ازاي، والمتوسطه دي ايه الميزس. بايوكيميكال اكشن الدكتوره هيرا مسكمه ايه كانت مسكمه انه ايه سلمان لا ما بيحصلوش فيرمنتيشن، يبقى سلمان سكروز ومانيتول ولاكتوز دول ايه دول ما يحصلهمش فيرمنتيشن. والجريفز سترين دي فيرمنت ايه حاجتين بدايتها ونهايتها الجي جلايكوجين والاس ستارش. تمام قلنا فيرين سيست ان نون توكسوجينيك سترين اور نون باثوجينيك حاجه ان فيفو ان فيترو. ان فيفو دي اللي هي الكنترول بتاع الماوس نفسه، ان انا بجيب مثلا الكنترول وادي له انجكتد بالانتي توكسين قبل 24 ساعه من بدايه التجربه بتاعتي، وبعدين الاثنين هديهم ايه سوتيبل دوز اوف فلويد كلتشر اوف ذا تيست. لو الكنترول سرفايف والتيست مات ده معناه ان هي توكسوجين. طب الياكس دي بتحصل بارتيسيبيشن لاين انديكيت ذا سترين از توكسوجينيك، دي الانتي دي الانتي توكسوجينيك الانتي ثواني الانتي توكسين قصدي، ودي اللي هي السترينز نفسها في منها التوكسوجينيك وفي منها النون توكسوجينيك. دي طلعت كده ايه عمل بارتيسيبيشن فدي ايه فدي توكسوجينيك ودي لا. نفس الكلام هنا دي طلعت كده دي لا فدي توكسوجينيك ودي لا. تالت حاجه معايا تشو كلتشر تيست، ان انا بجيب الايه السيلز تحت كده بحط هنا ايه بحط هنا السترين اللي انا عايزه اعرف هو توكسوجينيك ولا لا. لو التوكسين ديفيوز انتو ذا سيل بيلو انكل ذم ده معناه ان هو ايه معناه ان هو ايه توكسوجينيك. رابع واخر اورجانيزم معانا الباسيلس انثراكس. بصوا بيقول لي اول حاجه ان هو كوز انثراكس في المان اند انيمالز، يعني بديهيات من اسمه. طب الكلينيكال فورمز بتاعته ممكن تبقى كوتينيوس، ممكن تبقى انهيليشنال، ممكن تبقى جاسترو انتستاينال يعني من الجي اي تي وجهاز الهضمي وكده. طيب اللابوراتوري دياجنوز بقى باخد السبيسمين على حسب المكان بتاع الانفكشن. ماشي انا دلوقتي عايز اعمل ايه، عايز اعمل دايركت مايكروسكوبك، يعني هعمل ستين جرام ستين. احنا عارفين ده باسيلاي جرام بوزيتيف نيجاتيف جرام بوزيتيف. انا دلوقتي معايا اتنين كوكون اتنين باسيلاي، الاربعه جرام بوزيتيف. تمام عندهم سكوير انت كمان بيبقوا في لونج تشينز، يعني بصوا هي لونج تشينز. احنا قلنا لونج تشينز دي كتير، بس نفرقها ازاي؟ نفرقها بكده لونج تشينز كده، دي شبه ايه فيها سكوير كمان، فيها سكوير اند كده ولونج تشين. تمام دي الباسيلاي، انما الدفتريا كانت فيها ايه عيدان كده وفيها نهايتين مدورين. وبالنسبه للانيموني كانت اتنين جنب بعض كوكاي، وبالنسبه للستريبتوكوكاي كانت سلسله كبيره كلها كوكاي. تمام تمام بيقول لي ارينجد ان لونج تشينز، وعندها طبعا عندها سكوير اند نان موتايل، بس بتبقى عندها سبورز في حاله وعندها كبسول في حاله. عندها سبور دي في حاله لو انا خدتها المعمل، لو انا خدتها المعمل هي مش عارفه تسرفايف مش عارفه تفضل عايشه، فبتطلع سبور عشان تفضل ايه سبورز عشان تطلع عايشه، فتبقى سبريوليتد في الفيترو. الفيترو دي معناها ان هي ايه في المعمل. كابسوليتد بقى في الفيو، ده مثلا لو هي ايه جوه ايه جوه جسم الايه جوه جسم الايه الانسان مثلا جوه جسم مثلا جوه نبيج او الماوس او اي حاجه.
يبقى تاني هي سبور عندها سبورز في حاله لو هي في المعمل ان فيترو، عندها كبسول في حاله لو هي ان فيفو. طيب الكبسول ده بيظهر انستنت هل اراوند ايه اراوند الاورجانيزم. تمام بيقول لي ان السبور، انا دلوقتي بتكلم على السبور اللي هو موجود في الانفيترو اللي هو المعمل، بيبقى شكله اوفال وسنترال ونوت بلش. بيقول لي سبورز برضو نوت ستيند. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن حاجتين، قلت ان الكبسول نوت ستيند ان ستيند حلو، قلت كمان ان السبور ان ستيند. تمام عايزين السبور الاثنين بقى ونشوفه. ماشي بالنسبه للسبور بيقول ان هي مع الجرام، يعني مع الجرام هتظهر كلون بينك اند باسلاي تيك ايه تيك بلو ستين. مش احنا كده عارفين ان الباسلاي تاخد بلو ستين علشان هي جرام بوزيتيف. تمام انما البينك ده هيبقى فور سبورز. تمام تمام ثواني بهي ابير بينك والبصله هيبقى ايه بلو ستين ويز ستين دي ويز اسيد ايه فاست سبورز ستين اسيد فاست سبورز ستين. شكلها اهو عامله زي المربعات واخده لونج تشين، عامله زي المربعات واخده لونج تشين برضو. ماشي بولي كروم بقى مثال برو، والكبسول هنا ايه بنروح نصبغ البلو نفسه بيظهر برضو كانه بينك اراوند البلو باسيلس. يعني الباسيلاي هيفضل في حاله السبور او في حاله الكبسول لونه بلو والاثنين هيبقى لونهم بينك، بس احنا طبعا باختلاف نوع الصبغ، لان انا في السبور صبغت بجرام انما هنا في الكبسول صبغت بايه في المثال بلو. بتظهر اهي بصوا انا مش عارفه لو هي باينه ولا لا، بس انتوا شايفين اكيد حاجه لونها بينك كده كده حوالين حوالين الباسيلاي. بنسميها ليها اسم تاني اسمها ماكفيديان رياكشن، ماكفيديان رياكشن. تمام كلتشر ايروب ها هينمو نيوترنت اجار 37 درجه. الكولينز بقى بتظهر كايه ككات جلاس كده ابييرنس، هنشوفه كمان شويه اللي هو شبه الازاز كده هنشوف. الهيموليسيس اس ان كومن اي ويز انثراكس بايوكيميكال رياكشن. كان في حد مسكها بصراحه انا مش فاكره مين، بيقول ان هي سمج فور انها بتفيرمنت بقى السمج. يعني احنا كنا بنتكلم في الدفتريا انها ما بتعملش فيرمنتيشن للسلمان، هنا بتعمل فيرمنت للشخص السمج. تمام عشان ما بنعملش فيرمنتيشن للسلمان ده شخص طيب، انما السمج ده هنعمله فيرمنتيشن عشان هو ايه كده سمج. الاس فور سكروز والام فور مالتوز والجي فور جلوكوز. سوري طبعا عندها ايه ويز برودكشن اوف اسيد اونلي. كولينز اهي بتظهر شكل الازاز كده، تبقى كمان عامله شكل كابوت ميدوزا. كلنا تقريبا عارفين كابوت ميدوزا دي بتبقى شكلها عامل ازاي، هي الراس اللي بيبقى طالع منها تعابين كتير دي اهي واهي. عندي كمان اخر حاجه بيقول ان الجيلاتين بيحصل له لوكوفايت عشان يديني كاركترستيك انفرتد فاير تري ابييرنس. بصوا دي الفاير تري، شوفوا شكلها عامل ازاي بنعكسها بقى عشان تديني ايه شكل بالعكس inverted fire tree a fire tree a appearance. لا ثواني احنا رايحين فين، ثواني. يبقى انا دلوقتي قلت ان هي جرام بوستيف بس اللي هي عندها سكوير اند ارينجد في لونج تشينز، قلنا انها موتايل زي اخواتها بس عندها سبور وعندها كبسول في حالتين، عندها سبور في حاله لو هي انفيترو لو اخدتها المعمل، عندها كبسول في حاله لو هي ان فيفو. طيب الكبسول بيظهر انستنت هالو وكمان السبور بيبقى انستنت، السبور بيبقى شكله اوفال وسنتر ونوت بلش وكمان بيبقى انستنت. طب السبور ده بنصبغه بالجرام عشان يديني بينك اند الباسيلاي هيبقى لونه ايه هيبقى لونه بلو وذ اسيد فاست ايه اسيد فاست سبورستين. طب لو في حاله الكبسول بولي كروم مثال بلو بيظهر لي ايه، بيظهر لي ان هو برضو بينك حوالين البلو ماكفيديان رياكشن. ماشي مديني شكل الكات جلاس زي ما احنا شفناه، والبايكيميكال رياكشن قلنا ان احنا بنعمل فيرمنتيشن للشخص السمك اللي هو ايه الجلوكوز والمالتوز والسكروز مع برودكشن للاسيد اونلي. تمام قلنا ده شكل ايه الكابوت ميدوسا، والبايكيميكال رياكشن قلنا ان هو بيعمل جيلاتين بيعمل الجيلاتين جيلاتين از ليكوفايد عشان يديني كاركترستيك انفرتد فاير تري فاير تري ابييرنس، يعني بي اكس اي بي اكس شكل. طيب بصوا عايزين بس كده نشوف كام صوره ونتعرف عليها سوا ونقول الكومنت من عندنا. فكروا شويه، ده شكل ايه الكبت مدوسه، ده كان ايه كاركترستيك الباسيلس انثراكس. طب ايه ممكن يسالني بقى الباسيلس انثراكس نفسه، احنا قايلين النظري بتاعه على قد ما نقدر، هو اصلا احنا مش يعني مش مطالبين بكل الكلام اللي انا قلته ده، بس خلينا بس نركز على البايوكيميكال رياكشن، نركز بس على الابييرنس عشان دول مهمين جدا في اسئله العملي. تمام يعني مثلا ممكن اقوله ان هو هيبقى بوزيتيف جرام بوزيتيف باسيلاي، نقوله ان هو مع نان موتايل، ونقوله ان هو السبور بتاعه موجود في حاله لو هو انفيترو، والكبسول بتاعه بيبقى ايه موجود في انفيفو كمان بيبقى انستيند كده. وكمان ممكن يسالني في البايوكيميكال رياكشن فاقول له ان هو عنده السمك، السمك ده اللي هو بنعمله فيرمنتيشن
اللي هو يعني احنا عارفين السيمك ده ايه، بس غالبا انا قلت كل اللي ممكن نقوله هنا. دي اللي هي الاليكس تيست، اللي هو اصلا كاركترستيك للدفتريا، عشان نعرف النوع ده عشان نعرف النوع ده اصلا يعني توكسوجينيك ولا لا. احنا متفقين انه لو هو توكسوجينيك يعني بيطلع توكسن فهو يبقى باثوجينيك، لو هو ما بيطلعش توكسن فهو ايه، فهو نان باثوجينيك. طيب هنتكلم شويه عن الدفتريا. احنا قلنا انها باسيلاي، هي جرام بوزيتيف باسيلاي، برده ما عندهاش سبور، ما عندهاش موتايل، وكمان ايه كمان ما عندهاش كبسول. عفوا يعني كمل. ده الاليكس تيست قلنا ان هو هيبقى كاركترستيك للدفتريا. هو بيفرق الباثوجينيك من النان باثوجينيك. الباثوجينيك هيديني توكسن، والنان باثوجينيك هيديني مش هيديني توكسين. يعني مثلا ده باثوجينيك، اللي تحت دول ايه نان باثوجينيك. كمان قلنا الدفتريا نفسها نتكلم عنها شويه، قلنا انها باسيلاي، جرام بوزيتيف باسيلاي، نان موتايل ونان سبور، ما عندهاش سبورز، وكمان ما عندهاش ايه، ما عندهاش كبسول. نتكلم شويه بقى كيميكال رياكشن بتاعتها، وقلنا ان هي ما بتعملش فيرمنتيشن لسلمان، عشان سلمان ده طيب، وعندها ايه. بس دي السريبت نيموني ليه، عشان هما اتنين جنب بعض. احنا قلنا ان هما اتنين جنب بعض، نفتكرهم اتنين كوكاي جنب بعض. طيب ستريبت نيومي احنا قلنا عنها شويه معلومات، قلنا ان هي ايه برضو جرام بوزيتيف كوكاي، ما عندهاش سبور، ما نان موتايل، قلنا ان هي بتبقى موجوده في بيرز، تديني شكل الرمح اللي هي مش فاكره اسمه بصراحه، بس ممكن ثواني، اللي هو اللانسيوليت ابيرنس. وكمان عندها كبسول، والكبسول ده بيبقى انستيند. قلنا حاجة تاني، عندها الفا هيمولسيس، ما ننساش الفا هيمولسيس اللي هو الجرين ديسكولوريشن. بس وعشان هي عندها كبسول، ما ننساش الكولينج تيست اللي هو اكيد هيسألني عنه اصلا في الامتحان. نفتكر ان هو وانس ان انا حطيت السبيسيفيك انتي بوليسكرايت على التايب بتاعه، يعني هيعمل لي ايه، هيعمل لي ان الكبسول سويلز ماركتلي. تمام. عايزه بس في الاخر كده اقول لكم ان انتوا بس تراجعوا كل الصور اللي موجوده في الداتا، وتفتكروا تحاولوا تسكموا كل حاجه بحاجه. انا حاولت اسكم لكم كل حاجه، يعني مثلا شكلها اللي هي البوست كوكاي ولا بس اللاي، تعمل عندها كبسول ما عندهاش، والحاجات دي. وركزوا على البايوكيميكال رياكشن، احنا اتكلمنا على حوالي فيرمنتيشن ونون فيرمنتيشن، ده اصلا في الاثنين بس اللاي، بس اللي هو يعني الدفتريا والباسيلس انثراكس، واتكلمنا شويه على الهيموليسيس في حاله اللي هي الاثنين كوكاي. تمام، عايزينكم بس وانتم بتذاكروا كده تجيبوا القلم وتحاولوا بس يعني ايه تبصمكوا الحاجات دي، علشان ايه ان انتوا تفتكروا كل حاجه انتوا ذاكرتوها دلوقتي. لو انتوا واخدين كل اورجانيزم لوحده الحوار هيبقى صعب عليكم. كمان لسه في سكشن تاني، فالاورجانيزمز هتبقى عددها مضاعف، فانتوا محتاجين ايه تحطوا كل سكشن لوحده كده، وتحاولوا ايه تعملوا سكيما لنفسكم علشان ايه مع الحوار ما يبقاش صعب. وركزوا على الصور قوي علشان الصور ايه، صور هي اللي بتيجي في الامتحان اصلا، وبيطلب منك كومنت بسيط. انت لو ما عرفتش الصوره فانت اكيد هتكتب له الكومنت غلط، فانت مش هتستفاد حاجه. تمام، ربنا معاكم يا رب، وبعتذر لكم مره ثانيه على التاخير، وان شاء الله يعني تخرجوا من الامتحان مبسوطين في رعايه الله.